وإلى الفيضانات التي هزت أرجاء ولاية كنتاكي الأمريكية، حيث أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية أندي بشير أن عدد القتلى جراء الفيضانات المدمرة في كنتاكي ارتفع إلى 26، بينهم أطفال لقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة شرق الولاية، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى، فيما واصل رجال الإنقاذ والسكان البحث عن ناجين. وتسببت الأمطار الغزيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع في فيضانات مفاجئة غير مسبوقة في 13 مقاطعة شرق كنتاكي، وأشار إلى أن البحث مرهق وصعب للغاية، إذ أدت الانهيارات الطينية والفيضانات إلى إعاقة التنقل، مشيرا إلى أن نحو 18,000 منزلا لا تزال من دون كهرباء، وآلاف الأشخاص بلا إمدادات لمياه آمنة.